بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم إن شاء الله في الزيارة الشهرية والمنتظمة لإخواننا وحبايبنا في الصعيد. إن شاء الله موجود في المنيا يوم الجمعة الجاية، إن شاء الله يوم الجمعة اللي هي 14/7. بنعمل زيارة شهرية منتظمة، اتأخرنا المرة دي أسبوع علشان أجازة العيد. كل سنة طيبين. بنشوف حالات العظام والعمود الفقري والغضروف وتثبيت الفقرات. مستشفى المنيا الدولي مستشفى مجهزة، فيها كل الإمكانيات وغرف عمليات وأشعات وتحاليل. إن شاء الله بإذن الله بنستقبل حضراتكم طول اليوم، يعني الساعة 9:30 صباحا يوم الجمعة اللي هي 14 لحد آخر اليوم إن شاء الله بإذن الله. إذا في عمليات، إذا في كشف، إذا كان في حقن زيت، حقن بلازما، تردد حراري، إن شاء الله بإذن الله يكون يوم ناجح ونقدر نقدم لحضراتكم عمل جيد إن شاء الله بإذن الله ونفيد حضراتكم بإذن الله. إذا كان حد من حضراتكم معاه أشعات قبل كده وتحاليل جاهزة قبل كده، ممكن يتواصل معي على الواتس على رقم بتاعي لأخره 300 علشان يحط الحالة بتاعته، عشان يبقى عارفين قبل الزيارة احنا جايين بإذن الله نبقى مجهزين وحنعمل ايه. وبإذن الله نلقاكم على خير إن شاء الله، وكونوا دايما في أحسن صحة وأحسن حال، وإن شاء الله يكون يوم ناجح ومثمر بيكم ويكون موفق إن شاء الله، وربنا هو الشافي. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.